السلام عليكم، هذه قناة عمان الثقافية والتي تشير ساعتها إلى الثامنة. نحييكم ونقدم لكم أخبار الثقافة وتتابعون فيها. السلطنة تشارك في احتفال المهرجان الموسيقي العسكري ذكرى عودة القوات بالعاصمة البريطانية لندن. أهالي ولاية صحار ينظمون احتفالا بمناسبة عيد الفطر أمام قلعة صحار التاريخية. أهالي ولاية وادي المعاول ينظمون احتفالية بمناسبة عيد الفطر المبارك. أهلا بكم. شاركت السلطنة في الاحتفال السنوي المهرجان الموسيقي العسكري ذكرى عودة القوات الذي أقامته المملكة المتحدة في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بميدان وايت هول لحرس الخيالة الملكية تحت رعاية الأميرة كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، بحضور عدد من الشخصيات الرفيعة من مختلف دول العالم. وقد مثل السلطنة في الاحتفال الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، وبمشاركة فرقة موسيقى الحرس السلطاني العماني. وقد شاركت فرقة موسيقى الحرس السلطاني العماني في فعاليات الاحتفال بتقديمها عددا من المقطوعات الموسيقية العسكرية المتنوعة، والتي نالت استحسان الجماهير التي حضرت هذه الفعالية. كما قدمت أيضا فرقة موسيقى الحرس السلطاني العماني عرضا موسيقيا عاما في إحدى القاعات الموسيقية بلندن بهذه المناسبة. ابتهاجا بمناسبة عيد الفطر المبارك، نظم أهالي ولاية صحار احتفالا أمام قلعة صحار التاريخية، اشتمل على تقديم الفنون العمانية المغناة البدوية والساحلية التي يمارسها الأهالي. عبروا من خلالها عن الحب والولاء والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وعن الفرحة بالعيد السعيد. فرحة أهالي ولاية صحار بمناسبة عيد الفطر السعيد جسدها المشاركون في الحفل الشعبي الذي أقيم على الساحة الأمامية لقلعة صحار التاريخية. تأتي هذه المبادرة من أهالي ولاية صحار احتفاء بعيد الفطر السعيد، وقد اشتمل الحفل على عدة لوحات متنوعة، فن البحر وفن الرزفة وأيضا فن هنبل الخيل. الحفل اشتمل على تقديم الفنون الشعبية العمانية المغناة والقصائد الشعرية ومسيرة الخيل في لوحات عبرت عن الفرحة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعن الحب الكبير للوطن ولجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. الاحتفالات هذه انها عادة على أهالي ولاية صحار في الأيام الأعياد عيد الفطر المبارك، وهذا من مناسبة العيد ومناسبة القدوم السامي إلى مولانا حضرة صاحب الجلالة لولاية صحار. الكل فرحان هنا في ولاية صحار، وأحب أن أهنئ مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم والشعب العماني، وكل عام والجميع بألف خير. المشاركون في الحفل رددوا في لوحاتهم الشعبية المتنوعة عبارات الشكر والولاء والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، على ما تحقق من منجزات حضارية وتنموية شاملة في كل ربوع الولاية. هكذا عبر الأهالي هنا في ولاية صحار عن فرحتهم بمناسبة عيد الفطر السعيد. من ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، علي بن سالم البادي. كما نظم أهالي ولاية وادي المعاول احتفالية بمناسبة عيد الفطر السعيد، تضمنت عروضا للفنون الشعبية والمسابقات الثقافية وأركان تجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إنها الصورة الجمالية الأروع في هذا العيد، والتي تجسدها المشاهد الاحتفالية. إنه العيد بكل صوره المجتمعية، ما بين المحافظة على العادات العمانية الأصيلة ورسم الابتسامة على محي الصغير والكبير، معبرين بذلك عن مدى محافظتهم وهويتهم وتراثهم الأصيل. لا
لبسنا وتجهزنا ولبسنا الملابس الجديدة، وبعدين رحنا العيد، ومن رجعنا من العيد رحنا نزور بيت جدي وجدتي وسلمنا عليهم. وهني الشعب العماني بمناسبة عيد الفطر السعيد، كل عام وأنتم بخير. الاحتفالية تضمنت عروضاً للفنون الشعبية والمسابقات الثقافية والأنشطة الترفيهية، كما شملت كذلك أركاناً تجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أنا اليوم سعيد لأني مشاركة في احتفال وادي المعاول لأنها احتفالة جميلة. تضم الفعالية عدة مسابقات وفعاليات، منها اللي هي البيع والشراء، وأيضاً التصوير والطباعة، ومسابقات للأطفال. فيما جاءت الفنون التقليدية العمانية لتؤكد على هذا النهج، حيث جسدت غرس الكثير من القيم ذات البعد الاجتماعي التي تحيي الموروث العماني الأصيل، ولتؤكد كذلك على العادات التي تتوارثها الأجيال، فرسمت الفرق الشعبية في الولاية لوحة من الرزحة والعازي. الله يوفق الرجال الخيرين والثانية أصحاب دين، ربي رزقهم حالتين دنيا وعمل الصالحات والملك لله يدوم. فعاليات متنوعة في وجهة ترفيهية للعائلات ابتهاجا بعيد الفطر السعيد، وسط مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع. سعود بن سعيد المعولي، ولاية وادي المعاول، محافظة جنوب الباطنة. أخبار الثقافة مستمرة من قناة عمان الثقافية وتتابعون فيها بعد قليل. متحف الحصن القديم بولاية الكامل والوافي، قيمة تاريخية وحضارية. مجددا، تمثل المتاحف عين الحاضر على الماضي بما تكشفه من تفاصيل تنقل زائرها لذلك الزمن الجميل، ومنها متحف الحصن القديم الذي يحوي أكثر من 60,000 قطعة أثرية. هذا التقرير عن متحف الحصن القديم بولاية الكامل والوافي، والذي تم تجهيزه بجهد شخصي ليحمل تراث الأجداد لنا. يحوي متحف الحصن القديم على الكثير من اللقى والأثريات والتي تعود لفترات زمنية بعيدة، ما يجعله مرجعاً تاريخياً وتوثيقياً لسكان الولاية والمحافظة والسلطنة، ومنها 40,000 قطعة معدنية. لكن درة هذه القطع المعدنية، هذه القطعة التي تعود للقرن الأول الهجري. في هذا التقرير سنأخذكم في جولة داخل المتحف. عبق التاريخ القديم وجماله يفوح شذاه من مختلف أماكن هذا الوطن، كالبيوت والحصون الأثرية القديمة، ومنها الحصن القديم بولاية الكامل والوافي، والذي حول لمتحف يحكي للزائرين قصصا من الزمن القديم عبر الكثير من المقتنيات الفريدة، والتي تروي كل قطعة منها حكايتها الخاصة. ببرجه الشامخ وأبوابه العتيقة ومحتوياته الفريدة، يعد متحف الحصن القديم مرجعاً تاريخياً، فكم ونوع المخطوطات القديمة والتي تعود لأكثر من 200 عام، ومطبوعات المطبعة السلطانية بزنجبار وغيرها اجتهد صاحب المتحف لجلبها لبيته الذي يعد امتداداً لأسرته. بديت في جمع هذه المقتنيات وأنا عمري 15 سنة،
وما يقارب 30 سنة وأنا باحث في التراث الحرفي. وبفضل الله سبحانه وتعالى جمعت وحفظت الكثير من المقتنيات الحرفية العمانية التي تكاد معدومة أو شبه معدومة. ويقضي الزوار وقتا ممتعا في تجوالهم داخل المتحف، إذ يعرفهم على تفاصيل الحياة العمانية القديمة كالخناجر بأنواعها المختلفة والمكاييل والمدافع اليدوية والخروس وغيرها، تفاصيل جعلت بعض السياح الأجانب يكررون زياراتهم للمتحف أكثر من مرة. كما تحكي زاوية أخرى من المتحف تفاصيل الغرف العمانية القديمة، والتي تحوي إحداها غرفة نوم جلبت من زنجبار وتجهيزاتها المختلفة كالمكاحيل والعطور والبخور واللوازم النسائية الأخرى والرحى ولوازم الضيافة كالدلال النادرة وغيرها. الهدف من جمع هذه المقتنيات هو تعريف وتوثيق للأجيال المستقبل، بحيث أن هذه المقتنيات وخاصة المقتنيات الحرفية القديمة، لأنها هي المرآة التي تحدث الزائر عن إرث الشعوب، وهو الملذ الذي ترجع لها الطلاب والباحثين في هذه المنطقة. ويعد متحف الحصن القديم قبلة سياحية في محافظة جنوب الشرقية لما يضيفه من قيمة وحفظ للتراث العماني، حيث تطلب جلب كل هذه المقتنيات من مختلف محافظات السلطنة جهداً كبيراً. من ولاية الكامل والوافي بمحافظة جنوب الشرقية، يعقوب بن يوسف البلوشي. فعاليات ترفيهية متنوعة للأطفال وعائلاتهم ومشغولات يدوية وصناعات حرفية نظمتها جمعية المرأة العمانية بولاية بدية خلال أيام عيد الفطر السعيد. المرح والسعادة والسرور ملامح ترسمها وجوه الأطفال وهم يقضون برفقة عائلاتهم أجمل اللحظات خلال أيام العيد. وهنا في بوابة الرمال الذهبية بولاية بدية يجدون فرصة الاحتفال ببهجة العيد. ألعاب ترفيهية منوعة يستمتع بها هؤلاء الأطفال بين حنايا هذه الواحة، تتنوع بين الألعاب المائية والدراجات الرملية وغيرها. جمعية المرأة العمانية بولاية بدية شاركت الأطفال بهجتهم باستعراض عدد من المشغولات اليدوية لتكون حاضرة في مثل هذه المناسبات الدينية والمجتمعية. من ولاية بدية، أحمد بن محمد المعمري، محافظة شمال الشرقية. نشرة انتهت، هذه عادة لأبرز العناوين. السلطنة تشارك في احتفال المهرجان الموسيقي العسكري ذكرى عودة القوات للعاصمة البريطانية لندن. أهالي ولاية صحار ينظمون احتفالا بمناسبة عيد الفطر أمام قلعة صحار التاريخية. أهالي ولاية وادي المعاول ينظمون احتفالية بمناسبة عيد الفطر المبارك. قدمنا لحضراتكم أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية. كونوا دائما بخير. إلى اللقاء.